اتفضل حاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعتكم المهندس سيد الفنجري من خلال قناة مصطفى الكردي لزراعة الأسطح. سعدني وشرفني أن أكون معاكم النهاردة. هنتكلم عن محصول الطماطم. طبعا من هتكلم عن محصول الطماطم عشان الناس بعتت استفسارات عن زراعة الطماطم وعايزة تعرف الزراعة باستفاضة. أولا الطماطم هنبدأ من هي وبذرة أو شتلة لحد ما تبقى ثمار محصول بيتقطف ويتجمع. هنقول شوية توصيات. طبعا أنا مش هقدر أقول كل شيء عن أي شيء. هنقول توصيات البذرة. البذرة طبعا لازم تختار نوع البذرة تكون منتقاة، تكون بذرة هجين جاية من مصادر موثوق منها، شركات كبيرة وكده. طبعا البذرة بيبقى لها صفات. في نبات كتير الثمار في مواصفات معينة، في اللي بتعمل صلصة، في اللي للطبخ والأكل. ده لابد ان تروح طبعا مثلا انت تروح مراكز البحوث، انت بالنسبة لك تروح مراكز البحوث تاخد منه الشتلات الايه المناسبة. الشتلة طبعا ليها مواصفات معينة. على فكرة الشتلة بتزرع وهي عمرها شهر، يعني من اول ما تبقى بذرة لحد ما تبقى شتلة جاهزة للشتل او للزراعة بيبقى عمرها شهر. طبعا الشتلة تبقى بمواصفات معينة، بتبقى غضة، تفرعاتها كويسة، بتبقى واخدة وقائي أمراض من الأمراض، بتبقى جاهزة. والمشى لو مشى المعلوم ومشى المحترم بيبقى عنده كل الحيثيات دي. أخدت الشتلة وزرعتها، اللي بيحصل أنت طبعا الشتلة دي أهم شيء فيها الجذور تحت. الجذور تعمل حسابك إن يكون فيه الجزيرات الأنابيب الرفيعة. الأنابيب الرفيعة دي هي اللي بتغذي النبات، أو هي الفم بتاع النبات اللي هو بيتغذى منه. فحاول إنها ما تكونش متقطعة، تكون بالصلاية بتاعتها. الحتة اللي تحت دي مجموعة الجذور مع بعضها ملفوفة، دي اسمها الصلاية. طبعا ده من ضمن الأمور. الأمر الثاني تزرع الشتلة في وجود الماء عشان ما تنشفش، وانت ونقلها من مكانها لحد عندك برضو ما تتعرضش للشمس وما تتعرضش للايه. طبعا برضو تكون متاخده من المشتل من فتره معقوله بحيث تبقى ناشفه، عشان انت لما تيجي تشيلها من مكانها ما تتقطعش. طبعا لازم تغمر الشتلة كويس. غمرت الشتلة تنتظر طبعا تقدر تنمي فيها في المجموع الخضري اللي هو عن طريق عنصر النيتروجين، اللي هو عن طريق السماد العضوي اللي هو مخلفات النبات والحيوان لمدة شهر. لمدة شهر يبدأ موسم التزهير في الطماطم. طبعا موسم التزهير زي ما قلنا في الحلقة السابقة انه لازم تكون تدي عنصر الفوسفور. عنصر الفوسفور ده اللي هو بيكون عملية التزهير وعملية الجذور، بيقوم بتنمية الجذور والزهور. خلاص عدى شهر. الشهر الثالث عموما الخضار مدته للإنتاج 100 يوم. 100 يوم يبقى شهر شتلة، شهر الثاني للتزهير، شهر الثالث لجمع المحصول الثمار. بدأت الأثمار طبعا الطماطم تقعد لها بعد كده حوالي 3 شهور. 3 شهور تجمع وممكن تزيد لأربعة وخمسة على حسب نوع المنتج وعلى حسب سحب السوق. نيجي لمواعيد الزراعة. مواعيد الزراعة بالنسبة للطماطم 3 مواسم.
صيفي شتوي نيلي، بالوضع العلمي اسمه النيلي، اللي هو زمان كان ساعة فيضان النيل. طبعا كل زراعة لها حيثياتها، شتوي ما تزرعش يعني في وقت الشتاء الشديد اللي هو في يناير، لا صعب لأنه بيبقى شهر صقيع، إلا إذا كنت مزارع حريف. هنا بقى في مزارع حريف في مزارع تقليدي. المزارع الحريف بالنسبة للطماطم بيغطي، وطبعا في زراعات محمية دي تزرع في الشتاء عادي جدا تحت المحميات. انت برضو ممكن تعمل محميات عندك فوق السطح، تعمل صوبة متواضعة بوضع معين تتعمل تفيدك في زراعة طماطم محمية. في طماطم بتزرع في المحاصيل الحقلية، وفي اللي بيزرع في المحميات. ده طبعا الصنف ده يعني حاول انك ساعة ما تروح تجيب الشتلة او البذرة تقول له متسلقة. المتسلقة اللي هي في المحميات، العادية اللي بتزرع في الغيط العادي، ده برضو من ضمن الامور اللي تخلي بالك منها. المواعيد الشتوية زي ما قلت، لا اما محميات، لا اما لو انت ما عندكش امكانية للمحميات زراعة تقليدية. في امور كتير، شيء من الكبريت الميكروني او الكبريت الدرش يحمي لك، يعمل طبقة تحمي لك النبات. بالنسبة للصيف طبعا الشتاء يعني معناها امراض فطرية، شتاء معناها أمراض فطرية، تدي وقائي للأمراض الفطرية. الطماطم في الصيف معناها أمراض حشرية، يعني كل مجموعات الحشرات تشتغل عليه، خاصة في الطماطم العدو اللدود الذبابة البيضاء، هي عدو لكل النباتات كتير زي الكوسة والخيار، بس هي برضو للطماطم. تدي طبعا مبيد ذبابة بيضاء. اللهم صل على رسول الله تعالى للمحصول الصيفي برضو من سلبياته الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة، برضو تقرب مسافات الري بالنسبة للطماطم لما يكون فيه حرارة على حسب رؤيتك للنبات. المحصول النيلي ده اسمه زرع الحائرة، ولا محصلة كده ولا هي محصلة كده. يراعى طبعا انت لو، انا بتكلم على المزارعين اللي هم بتوع الغيط، لكن انت تعم سطح فمحدودة، امورك محدودة. بالنسبة للمزارعين الكبار يراعى العنصر الاقتصادي، ما يزرعش ويبقى العرض اكتر من الطلب، ويزرع كويس وينجح في الزراعة ويفشل في السعر حصيلة بتاعت الفلوس. بالنسبة للي فوق السطح ده يعني على قد زي حالاتي كده. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لجمع الطماطم، طبعا الجمع ما تاخدش الطماطم ولا هي مستوية خالص، تبقى عرضة انها سريعة التلف بعد ما تاخدها، تبقى ما تتخزنش كتير، ولا تاخدها خضرة تبقى لسه ما خدتش القيمة الغذائية بتاعتها بغضة، لا خدها ملونة. ملونة اجمع الطماطم ملونة، في الملونة دي اكلتها سريع اوكي، خليتها شوية في التلاجة ما فيش مشاكل. بالنسبة لزراعة الطماطم برضو في حاجات مخفية فيها، زي مثلا تشتكي شتلة الطماطم ماتت، بتاخد كذا كذا يعني اللهم صل على رسول الله تشخيص، تاخد عدة تشخيصات. واحد، ممكن الشتلة جاية مريضة بفطر عفن الجذور،
جذر يتعفن خلاص النبات يموت. تيجي تشد زرعه مصابه ميته، تيجي تبص على الجذر من تحت، تفتح الجذر نصين، لو لقيته لونه متعفن وله ريحه ولونه بني ده عفن، تبقى على طول تشتري مركب ضد الفطريات ضد العفن. ممكن يكون في حشره تحت بتقطع قارضه، بتقطع عنق الساق تحت الجذر من تحت الارض، فتشد الشجره برضو او الطماطم هتلاقي الحشره تحت، تدي مبيد ضد الحشره. في امراض اسمها مرض النيماتودا، ممكن يكون التربه اصلا برضو يراع التربه اللي انت تحولها فوق السطح تكون سليمه، تكون سليمه. تعرف سليمه ازاي؟ مين صاحب الغيط اللي انت بتاخد منه؟ زرعه اخضر وحلو، يبقى التربه نتيجه الزرع ده نتيجه لانه تربه طيبه، تربه كويسه. بالنسبة لزراعة الطماطم طبعا في أكبر زرعة تاخد خدمة، زرعة الطماطم من الزراعة اللي بتاخد خدمة كتير ومكلفة. بالنسبة للخدمة في حاجة اسمها المزارع يقول كلمة، اللي ما ردم ما زرع. ايه الردم؟ اللي ما دفن. ايه الدفن؟ عبارة عن أول ما عمر الشتلة يبقى لها عمرها شهر، تمسك الشجرة وتاخد من تحت منها تراب وتنيمها، واللي خدته منها تردم بيه على الساق كده، انت بتدي